عليكم. اليوم 27/5/2021، الجلسه ديال الوالده ديالي انا عادل المزوق، الوالده ديالي زيلي حبيبه الملقبه بالمراه الحديديه. 55 يوم يضرب عن الطعام حسب التقرير الطبي اللي ادلى به اليوم بالمحكمه. 43 كيلوغرام اللي وصلت الوالده ديالي، الحياه ديالها في خطر. هناك محاولات للحكم من طرف جهات باش يحكموا عليها دون احترام ادنى شروط المحاكمه العادله، ولا احترام الحياه ديالها، ولا احترام فصول الدستور 20/21/22/23 اللي كتحترم الحياه هو الاول. حنا في خرق سافر لحقوق الانسان وحقوق المراه، وضرب في اسس دوله الحق والقانون، وضرب في الديمقراطيه. هذا ما نعيشه هو مجزره في حق الوالده ديالي، في حق العداله، وفي حق القانون، وفي عدم التطبيق السليم للقانون، والشطط في استعمال السلطه والنفوذ. اليوم اللي حضرنا اليوم هو ان طلبة الدفاع ديالي ما استجبوش بهم، ما بغاوش كاع يسمعوا لهم. الوالدة ديالي كان بغاو يديروا لها الإحضار، ساعة ما قدروش، لأن الحالة الصحية ديالها الطبيب ديال المعتقل دار تقرير طبي بأن الحالة ديال الصحة ديالها حرجة. حتى الصراح المؤقت ما قدرناش نناقشوه، ما بغاوش يخلوهم يناقشوه. عندكم مناقشة ديال الصفة ديال المطالب بالحق المدني اللي هي صفة غير واضحة، ولأنها كاين مجموعة ديال الوثائق المحرفة ما بغاوش يناقشوها، يعني بغاو ما بغاو ياخذوا معنا حتى شي طلب من طلبات الدفاع. اليوم طلبات ديال الدفاع تم انتهاكها بواحد الطريقة خطيرة جدا ما سابقة في المغرب، بأن اليوم الدفاع بغى يرافع على الصرح المؤقت، تم رفض ترافع على الصرح المؤقت وانسحبت ورفعت الجلسة. تصوروا معايا هذا الشيء كيوقع، هادشي كيوقع اليوم في المغرب ديال 2021. اليوم المغرب ديال صاحب الجلاله محمد السادس اللي عيا يقول لهم بان تطبيق القانون وترسيخ حقوق الانسان، ولكن هادشي حنا ما كنعيشوش في الملف ديال الوالده ديالي. الوالده ديالي معتقله 16 شهر، سمعوا المغاربه، 16 شهر اعتقال احتياطي تعسفي، والاعتقال ديالها هو كان مدبرا ولا زال مدبرا من طرف جهات ما خاصهاش الوالده ديالي تكلم تهضر. قطعوا لنا الاتصال مع الوالده ديالي 35 يوم. عمركم شفتوا السيده الانفرادي، اعتقال انفرادي، الاضراب عن الطعام 55 يوم، ما تواصلش مع العائله ديالها حتى في العيد ما تواصلش. اش واقع؟ انا لا اعمم، كما اقول دائما هناك الصالح والطالح، والصالح الحمد لله اكبر من الطالح في اي المجالات. حنا كنحترموا المؤسسات، كنحترموا مؤسسه القضاء، كنحترموا المسؤولين الاكادير، تنقولوا المسؤولين ديال اكادير القضائيين حركوا الضمير ديالكم قبل فوات الاوان. الوالده ديالي اليوم شهيده الدفاع عن حق الدفاع وحق العداله، ماشي بالنسبه لها ولكن بالنسبه لجميع المتقاضين. ما نعيشه اليوم هو انتهاك صريح لحقوق الحياه، حقوق الانسان، الدستور المغربي عفش القانون، والقانون لا يطبق كما جاء في المسطره الجنائيه، قانون المسطره الجنائيه والقانون الجنائي، بل تطبق الاجتهادات الغير مبنيه على نصوص قانونيه وتاويلات، الغرض الوحيد منها هو اعتقال والدتي وتكميم الافواه. وشكرا جزيلا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو الفيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.